زملائنا زميلاتنا، لسنا في حلقات قانونية، بل في معلومة بسيطة متتالية في مشوار طويل كي نتشارك جوانب القانون الدولي الإنساني فيما بيننا. ما هو القانون الدولي الإنساني؟ القانون الدولي الإنساني مجموعة من القواعد التي تهدف إلى الحد من آثار النزاعات المسلحة، فيحمي هذا القانون الأشخاص الذين لم يشاركوا في الأعمال العدائية أو الذين كفوا عن المشاركة في الأعمال العدائية، ويحمي الممتلكات التي تكون بدورها بعيدة عن العمليات العسكرية، ويفرض قيود ووسائل للمحافظة على الإنسانية. لنكون فيما بعد أمام خياران، إما أن يطبق هذا القانون فتنتصر الإنسانية، وإما أن لا تطبق فنكون في مرحلة المسؤولية والعقاب.